Fair taking up its spot in gate number 12. Now Jihiro locked away, or about to be. Mutra comes up to an outside gate, so they're filling the stalls well. Has El Shamal about to go forward. Kalam coming up. Mawad still out of the lineup. الآن هزاز الشمال المهر ابن الأربع سنوات للسيد عبد الباسط عبد الصمد الشحي يدخل إلى البوابة رقم 7 بينما في انتظار الآن كيزد سلمى المهر البالغة من العمر 4 سنوات هي الأخرى سوف تدخل إلى البوابة رقم 13 أو البوابة عفوا رقم 8 Almost set for the last. نعم البوابة رقم 8 AF موعد. Starter looks across the line, race 6. وفي انتظار انطلاقة السباق الآن الشوط الأخير في هذه الأمسية مشاهدينا متابعينا انطلاقة سريعة وقوية من جانب AF ناشط المهر البالغ من العمر 4 سنوات الآن يحجز له مكان مناسب أيضا للمنافسة والخوف طبعا من سيناريو مكرر لما حدث مع سكرت في شوط ثوربرويد أو الشوط الرابع في هذه الأمسية الآن يبقى AF ناشط المهر ابن الأربع سنوات السيد خالد خليفة النابودة في مركز متقدم ومنافسة ثنائية تجمعه بأس أو إس لكلام السيد خليفة حاضر المزروعي في المركز الثاني خلف المتصدر مباشرة ويبقى هنالك ايضا القادم من الخلف جيمي لسيد صاحب السمو رئيس الدوله حفظه الله مع جيراند افرنش الذي يتقدم الان الى المركز الثاني ويتراجع بالتالي اس لاكلاب الى المركز الرابع وربما الخامس ايضا لكن يبقى المتصدر حتى الان اي اف ناشط والذي هو ايضا مرشح لان يخسر مركز المتقدم في اللحظات القادمة مع تقدم واضح وسريع لدانا من فرنسا المهرة البالغة من العمر 4 سنوات والتي انطلقت من البوابة رقم 11 والآن تتصدر المشهد بفارق ضئيل ولكن تراجع واضح لبقية الخيول مقارنة بجيمي لرئيس الدولة حفظه الله انطلاقة سريعة ومنافسة ثنائية في هذه اللحظة حضرات مشاهدينا إذن روكمان روكمان حسم السباق إذن روكمان لسعادة عبد الله بخيت المرر